الحماية المدنية تسيطر على حريق سنترال العتبة ولجنة للتحقيق في أسباب الحادث. الصحة تعلن ارتفاع حالات الوفاة نتيجة الموجة الحارة إلى 76 شخصا. عشرات القتلى والجرحى في تفجير ضخم شرق بغداد، وتنظيم داعش يتبنى الهجوم. نشرة أخبار الواحدة، مرحبا بكم. تمكنت قوات الحماية إلى سيناء حيث سادت حالة من الارتياح بين مواطني العريش بعد قرار مجلس الوزراء تقليص عدد ساعات حظر التجوال لتبدأ من 1 صباحا وحتى 5 صباحا بدلا من منتصف الليل وحتى 6 صباحا. المزيد مع مراسلنا يسري محمد. نعم، بالفعل يعني تسود شمال سيناء حالة من الارتياح الشديد خاصة بين مواطني مدينة العريش بعد قرار تخفيض عدد ساعات حظر التجوال لتبدأ من 1 صباحا حتى 5 صباحا بدلا من منتصف الليل وحتى 6 صباحا. أيضا يعني هناك ارتياح كبير بين مواطني شمال سيناء بشكل عام خاصة بعد تقليص عدد ساعات المنطقة التي يقع فيها كمين الميدان والتي تقرر أن يبدأ فيها حظر التجوال بدءا من 1 صباحا وحتى 5 صباحا بدلا من 7 مساء وحتى 6 صباحا، فيما لا زال يأمل سكان مدينة الشيخ زويد وأيضا سكان مدينة رفح بأن يتم تقليص عدد ساعات حظر التجوال لديهم والتي لا زالت كما هي منذ بدء تطبيق قرارات حظر التجوال منذ وقوع الهجوم على حاجز الأمن بمنطقة قفر القواديس، حيث لا زالت المدينتين يبدأ فيهما حظر التجوال من 7 مساء ويستمر حتى 6 صباحا. أما على الصعيد الميداني فلا زالت قوات المسلحة تقوم بعمليات أو شن هجمتها ضد البؤر الإرهابية التي تقع جنوب مدينة الشيخ زويد وجنوب مدينة رفح. بالأمس يعني تم قتل 3 عناصر إرهابية على الأقل، فيما تم القبض على أكثر من 13 مشتبه بهم، بالإضافة إلى تدمير عدد من البؤر الإرهابية. أيضا تم الانتهاء من حصر جميع منازل المنطقة العادلة المرحلة الثالثة منها، حيث تم حصر نحو 1215 منزلا، بالإضافة إلى 40 منشأة حكومية تقع ضمن نطاق المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة ليصل طولها إلى نحو 1500 متر بطول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة.